ازدهار ازدهار. ايوه في شنو؟ انت المفروض اسميك حطام ذاته ازدهار، ما عندك اي علاقه بالازدهار يا ازدهار. اي ما تكون عايز ترسمني. لا رحت لي من الصباح مراسيل وانا جاهزه مع كده وطالعه. اها وانا انا اشتغل وابني واسكن وكمان علي امر كمان اترسل انا؟ مش راح تغير، انا قاعد ارسلك اخر الشارع مو في البيت. عايز شنو؟ كوز مويه بس، مويه بارده. لما كنت تجيب لنفسك مويه. تعالي قبل تمشي. السندوتش بتاع الطعميه جبته قبيل ده. خاتوه في 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 الكيس الاخضر في شباك. جيب لي معاك. تعالي. انت انا مستعجل كده مالك؟ يا اخي ما انا جاهزه، ما انت ما شايفني يا فضيل. افتح الثلاجه. في كاش طب ورا الحله بتاعتهم رقيقه. كاش طب داسي يعني ولا شنو؟ هاي داسي وراي، ما بتاكليني انت. مره زي الدقاقه شغاله. خلاص امشي. قلت لك. ثاني فيشنا يا فضيل، فيشنا يا اخي. في قزازه بيبسي. العظام الختان في الفريزه. وراي في كيس اصفر ملفوف بورق. القزازه فيه جوا. الدنيا دي طايره يا فضيل؟ والله الدنيا مي طايره، لكن في ناس خشمهم طاير بيلبعوا اي حاجه يلقوها قدامهم. خلاص ده اخر مرسال عليك يا فضيل، انا اتاخرت طالعه يا اخي. لا خلاص امشي. قلت ليك في شنو؟ لا ده اقول لك بس ما تتاخري. لا المره دي انا بقول لك. شوف يا فضيل، انا ماشيه مشوار وجايه، واخوي ده جاي ولي سنتين ما شفته. اخوك الماحي؟ اي سبحان الله. جبت ايه؟ ده لما مشي مشوار ده انا من نص ساعه وجاي راجع. لا خلاص اوعك ترسله. ما رجع ذاك رسلته. ده منو ده؟ ما تحرجني، ما ممكن. انا الناس بقت ما بتجيني زياره بسببك. انا ارسل ابو النسب؟ اي يا مره عيب عليك يا اخي. يا اخي بالنسبة انا لي منه سنتين وراجل مغترب وزول ما شاء الله يعني، وزول باش مهندس، ارسله انا؟ خلاص ما حترسله. بس دي مثلا انا معلش معلش انا زعلته. لا انا زعلت. النصيحه الناس كلها بتروح تجيب احنا ده بسببك. ازدهار افهم ليه وقيف، افهم ليه وقيف، افهم ليه ونحت ورطنا. مالك هالبلوله؟ ده ما بيت فضيل؟ انا بيت عمك فضيل والله. زود ده بخرنا وحيعطوك انا نص ساعه. اقول لك حاجه؟ فين علاجك؟ اسمع هنا، الزول ده اضانه خفيفه. هلا والله يا ولاد حلال، والله يا ولاد حلال، والله معانا ضيوف. ما مشكلة انتوا ذاتكم والله ناس واجبات، انتوا الضيوف يجوكم بوين ماكلينك للضيوف ذات. تعالوا والله مرسال تغير بس. سأل محل الغاز حق ود العطا ده. اها. شيلوا الانبوبة دي بس املوها لي معاكم. جيب الانبوبة. اجيب شنو؟ ما تخشوا لا جوا، ما دعوا علي انتوا لي الضحية ولا شنو؟ خشوا شي جيبوها. امشوا. وسرعوا عليك الله ما يتوخروا. الحمد لله ترى دي مشكلة انحلت. الحين الباقيات. سريع عليك الضيوف رايحينكم. انا ذاتي والله جايين ضيوف، انتوا قايلين بركه اللي عندكم ضيوف، انا جايين نسيبي يا اخي، يعني غازي قاطع. انا سيب دموع عين شمس يا اخوان، قال واحد ثاني يرسله. شارع ذاته نعم الشيء ده هو. والله المفروض يكون يتبلبل، الزول مغترب. والله اوه ابو النسب، الله ياخذ هذاك. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. سلامات؟ كيف الامور؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يبارك فيك. ان شاء الله تمام. انت زي الاغتراب ده ماشي في جزمتك دي والله شنو؟ الحمد لله رد الصحة والعافية. الناس زي اللي بيغتربوا يجوا مدعو عليهم جطوم وفقع، انت وينين؟ والله بس الحمد لله. كيف تفضل ايوه. ان شاء الله بخير. تفضل ايوه. كيف الامور؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يسلمك ابقى داخل. الله يبارك فيك. العبد في التفكير والرب في التدبير. الله يبارك فيك. روما ومان. ان شاء الله بخير. الحمد لله والله. ان شاء الله طيبين يا اخي. تمام. اكفل معك الماسوره دي عليك الله. يكفيني والله معلش بس. اهدار للموارد يعني، الناس هنا في البيت ده ما في نظره اقتصاديه استراتيجيه ما في. اسمع عليك الله المشاهد ده محل قعادي. شيل المشاهد نظف الحته دي بس. اقوش؟ ما تقولش مالك اي، انا ما هناك بتشتغلوا اي حاجه وكنت اجي عندها هلكم هنا ما تسووا. في الخدمة ساكت والله يا اخوي شيل بس. يا سلام يا اخي والله المحي ما قصرت تب والله. قلت له انت هناك شغال شناي انا. هناك انا شغال محاسب. اسمع انضمك وش انت بتنضم بمكشاشتك والله بخشمك. شغال شنو؟ شغال محاسب هنا. والله ما شاء الله والله ظاهرة فوقك. لكن المحاسبين ده لا بيجي اسمان، انت مالك؟ المحي ايش يا فضيل؟ يومين سنتين بدا. اول ما يجي خليك الناس، انا قلت لك شنو لما جيت طالعه؟ ما خدمه انسانيه يا اخوانا ساكت في الله. خدمه انسانيه بالغ، الناس كلها بقت ما بتجيني بسببك. معلش يا الماحي،
كيف انت عامل؟ كيف ده طبعه ما انت عارفه اصلا. تعال قول جاي انا. ما تخليه يقول شيء انا فيها شنو يعني. هاك ما تهيئ والله يقوم من العيق. تعال هنا تعال هنا هيا. شوف الباب ده يمين القوالي في صبارة كبيرة جنب عيقهم لا موية في بطانية خضرية بلي. أنا حرام يعني ما عارفك حرام حتكون بتاع اللبن من جاي آخر الليل. أنا من قبل يا أخي بردان وعطشان ما قادر أقوم جيبي له. تعال مش طبيب صح؟ هاي تعال مرأتي أيوة كان عارف فيه مكان